من الدوحة ينضم إلينا السفير اليمني لدى قطر راجح بادي. أهلا بك سعادة السفير. السيد بن مبارك هو وزير خارجية يطالب المجتمع الدولي وهو وزير خارجية بالضغط على الحوثيين وتغيير أسلوب التعامل معهم كجماعة إرهابية. الآن من موقعه كرئيس حكومة، هل سيكثف تحركاته الدبلوماسية بهذا الاتجاه؟ مساء الخير سيدتي الكريمة، تحية لك ولمشاهدي قناة الحدث. حقيقة إنه الدكتور أحمد عوض بن مبارك يعني كما ذكر في مقدمتكم تولى تركة يعني اقتصادية ثقيلة جدا، خاصة أنه قيام ميليشيات الحوثي منذ أكتوبر قبل الماضي أي ما يقارب سنة وأربعة أشهر قامت بضرب منصات تصدير النفط، وهو ما أدى إلى حرمان الحكومة اليمنية الشرعية من ما يقارب 70% من الإيرادات نتيجة توقف تصدير النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، النفط بشكل 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 رئيسي. التركة الاقتصادية ثقيلة جدا، لكن الدكتور أحمد عوض بن مبارك يمتلك يعني في رصيده خبرة يعني مليئة بالنجاح في عدد من الملفات التي تولاها، سواء عندما كان على رأس وزارة الخارجية اليمنية وقبلها سفيرا في الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها أمينا عاما لمؤتمر الحوار الوطني الذي توافق اليمنيون جميعا بما فيهم حركة الحوثيين على شكل الدولة المستقبلية، لكن أدى الانقلاب الحوثي على هذه المخرجات بقوة السلاح إلى دخول البلد في أتون هذه الحرب التي تسببت بها ميليشيات الحوثي. الآن يعني عدد من الملفات الهامة أمام دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك، لعل أبرزها الملف الاقتصادي ثم الملف العسكري والأمني والذي تصاعد مؤخرا نتيجة الأعمال الحاصلة في البحر الأحمر، والذي يعني أدت إلى إعادة نظر من قبل المجتمع الدولي تجاه الحركة الحوثية. في الماضي كان المجتمع الدولي ينظر إلى أن هذه الحركة الحوثية لا تشكل أي تهديد على الإقليم أو على العالم، وأنه بمجرد عدد من الضغوط الاقتصادية والإجراءات المالية ممكن أن يؤدي إلى انهيار هذه الحركة. لكن سعادة السفير أعذرني على المقاطعة، تحدث عن الحركة الحوثية. الآن التصنيف الأمريكي للحوثي سينفذ بعد 6 أيام، دوما يتردد عدم تصنيفهم حتى لا تتأثر عملية السلام. هذا الاهتمام يضع خيارات أمام حكومة بن مبارك، سلام أو استئناف الحرب؟ نحن حقيقة نحن مع جهود السلام، ونحن كما قلنا منذ أول يوم لهذه الحرب أن هذه الحرب فرضت علينا فرضا من قبل ميليشيات الحوثي. نحن كحكومة شرعية نحن دعاة سلام، دعاة حوار، ولذلك خضنا حوارا امتد لتسعة أشهر برعاية الأمم المتحدة وبرعاية دول مجلس التعاون الخليجي للتوافق إلى للتوصل إلى اتفاق أو صيغة توافق لشكل الدولة الجديدة التي يحلم بها كل اليمنيين، لكن للأسف أن الحوثي هو من قام بهذه بهذا الانقلاب على كل هذه الجهود الإقليمية والجهود الدولية. للأسف أيضا أن الإدارة الأمريكية تتعامل بانتقائية وبمعايير يعني غير واضحة تجاه الحركة الحوثية. الإدارة الأمريكية السابقة صنفت الحوثي كحركة إرهابية، الإدارة الحالية أول ما وصل بايدن إلى سدة البيت الأبيض قام بإلغاء بهذا التصنيف. الآن عندما تصاعدت الأعمال العسكرية في البحر الأحمر عادت لتصنيف الحركة الحوثية لحركة إرهابية. للأسف أنه المجتمع الدولي لا يرى في هذه الدماء اليمنية التي تسكب، في هذا الدمار الهائل الذي تعرضت له البنية التحتية اليمنية، لهذه المعاناة الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة، لا يرى يعني لا يرى فيها ما يستدعي الانتباه والوقوف بجدية أمام خطورة الأوضاع في اليمن. لكن عندما وصلت المسألة إلى أعمال عسكرية ضد عدد من السفن في البحر الأحمر، ها هو العالم يعود مجدداً ليدرك خطأه في التعامل الحقيقي. سعادة السفير ابقى معي، سأنتقل معك للشق الاقتصادي، ولكن قبل أن أنتقل معك للشق الاقتصادي، كاميرا الحدث في مكانك تواجدت في محافظات يمنية مختلفة، استقصت هنا آراء الشارع اليمني وتطلعاته جراء تغيير رئيس الحكومة، ورصدت أبرز التحديات أمام الرئيس أحمد عوض بن مبارك. تابعها معنا لو سمحت.
المواطنين يعانوا بشكل كبير، ونتمنى النظر إلى هذه المشكلة من ناحية العملة. بحاجة إلى خطة إسعافية جديدة، يقلص القنصليات، يقلص السفرات، يقلص البعثات، يقلص الاستيراد. فتح المواني وتشغيل موضوع الصادرات والواردات اليمنية. نتمنى من الحكومة أن تفعل جهاز الرقابة والمحاسبة داخل المحافظات اليمنية المحررة، وأن تنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اليمن واليمنيين. على أبو مبارك هذا يقع على كاهله أن يوحد الصف. تحسين الأوضاع الاقتصادية السياسية والثقافية، وكمان تحسين الكوادر العلمية اليمنية. تعزيز المسار السياسي الداعم للشرعية وأهدافها الوطن. تصحيح الوضع الاقتصادي لدى المواطنين. أتمنى أن يستعيد ثقة المانحين، لأن ثقة المانحين قد تصدعت وتشظت ويعني ضربت في مقتل. أتمنى ذلك. أن يرفع مستوى المعيشة واستقرار العمرة بين المواطنين. رواتب الموظفين يعني على مستوى التعليم لا يكفي لشراء كيس القمح أو الدقيق أو كيس السكر. صرف رواتبهم ورواتب أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وجميع المسؤولين بالعملة المحلية وليس بالعملة الصعبة. سعادة السفير، نتحدث هنا عن تحديات اقتصادية يتحدث عنها الشارع اليمني، أيضا هناك منحة سعودية بقيمة مليار دولار لدعم الميزانية العامة في اليمن، كانت الدفعة الأولى ربما كانت سبتمبر 2023، أمس نتحدث عن الدفعة الثانية، أهمية إطلاق الدفعة الثانية الآن لحكومة بن مبارك وكيف هي استراتيجيته التي سيعمل وفقها. سيدتي، أنا أستطيع أن أؤكد لك يعني أن الاستراتيجية التي سينتهجها الدكتور أحمد عوض بن مبارك تقوم خاصة في الشق الاقتصادي، تقوم على مسارين أو على هدفين رئيسيين سيقوم بهم. الأول وهو تخفيض النفقات الغير ضرورية سواء في أداء الحكومة في الداخل أو في الخارج. النقطة الثانية أو المسار الثاني هو تفعيل مسألة تفعيل المساءلة والمحاسبة لأي طرف أو أي جهة تقوم بمخالفات إدارية ومالية. أنا هنا يعني أشكر جهود الأخوة في المملكة العربية السعودية الذين أطلقوا خلال اليومين الماضيين عن الدفعة الثانية بشأن الوديعة للبنك المركزي، وهذه ستؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي لفترة زمنية قصيرة. وهنا لابد أن أشير وأنوه إلى نقطة مهمة، أنه يعني بعد الشكر لجهود المملكة العربية السعودية في دعم وتعزيز الاقتصاد اليمني، أنه الوضع في اليمن يحتاج لجهود دول مجلس التعاون بشكل أساسي ولجهود المجتمع الدولي لكي تقف وتعزز من قدرات الحكومة الاقتصادية لكي تتم عملية أولا استئناف عمليات تصدير النفط عبر موانئ النفط اليمنية، تعزيز وإمكانية صرف الرواتب والانتظام في صرفها سواء للقطاع المدني أو القطاع العسكري. نحن بحاجة إلى جهود أشقائنا العرب بدرجة رئيسية وخاصة يعني دول مجلس التعاون الخليجي، لابد أن تمد يد العون بشكل سريع لهذه الحكومة وهذه القيادة الجديدة التي يراهن عليها اليمنيين. لابد الآن أن نستغل هذه الأجواء الإيجابية وهذا يعني التصالح الوطني وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وهذه الأجواء الإيجابية لكي ندعم هذه الحكومة لكي يعني نحقق استقرار اقتصادي بدرجة رئيسية في اليمن. وأنا عندما أتحدث عن اليمن لا أتحدث عن المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية، إنما أتحدث عن اليمن الكبير. نحن كحكومة شرعية وكمجلس قيادة رئاسي ننظر لليمنيين جميعا دون أي تفرقة، سواء الموجودين في مناطق سيطرة الحوثيين أو في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. الوضع الاقتصادي يهمنا في اليمن من أقصاها إلى أقصاها، وهذا هدف رئيسي لدى دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك. المجتمع الدولي الآن هناك نقطة مهمة ورئيسية، نطالب المجتمع الدولي الذي يعني يقدم المساعدات لبعض القطاعات في اليمن، نؤكد أنه ضرورة أن تمر هذه الأموال وهذه المساعدات عبر البنك المركزي وليس عبر بعض المنظمات، لأن يعني مرور هذه المساعدات المالية عبر البنك المركزي يعزز من قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وهذه نقطة هامة
على المنظمات الدولية وعلى الأمم المتحدة أن تعيها. لابد أن نعزز من دور البنك المركزي اليمني. استقرار اليمن هو استقرار للإقليم واستقرار للعالم، وهذا